ان شاء الله غادي نمشيو لواحد البيني اللي حتى هو كيجي زوين بالنسبه للوليدات. بالنسبه للمقادير غنحتاجو 700 غرام ديال الطحين معلقه كبيره عامه ديال الخميره ديال العجينة شويه ديال الملح 75 غرام ديال سنيده 4 ديال البيضات 120 غرام ديال الحليب 120 غرام ديال الماء و 60 غرام ديال الزبده. بالنسبه للطريقه واحد الاناء كنديرو فورص وكنديرو الملح خميره السكر كنخلطو كل هاد العناصر وكنزيدو البيض والحليب والماء الماء ماشي سخون الماء بارد وكنبركو الكل مزيان تتكون العجينه مرخوفه شويه وكنحاولو اننا ندلكو واحد 10 دقائق يعني خاصها تدلك دلك مزيان في الاخر كنزيدو الزبده شويه بشويه حنا كنزيدو الزبده وحنا كنبركوها صافي كنحاولو ناخدو شي اناء كنديروها فيه كندهنو بالزبده وكنخليوها كتخمر كطلعت هاديك الخميره ديالها وكناخدو ملي كطلع الخميره كنشدو واحد واحد الطاوة هكا كنسيحو فيها الدقيق وكناخدو الخليط العجينه ديالنا كنطلقوها ملي كنطلقوها كنبقاو نطلقوها كنقطعوها بلي سيركل صافي كنحطها في هذيك اللاطه اللي حنا مرشوشه بالدقيق اللي قطعناه بالاطار نحطوه في اللاطه كنحطوه صافي كنبداو كنقليو كيف لزيناها في اللاطه كيف كنحطوها في المقله نحاولو ماشي نهزوها في اللاطه ونعاودو نقلبوها لا كنهزها كيف لزيناها كيف نحطها في المقله واخا ملي كيديروها في المقله كيبقاو يطلعو عليها الزيت تبارك الله عليك يعطيك الخير.